السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، معكم أخوكم محمد من قناة روحات للمعلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله سأريكم طريقة رائعة جدا كيف تقوم برفع فيديوهات إلى قناتك على اليوتيوب بجودة عالية جدا باستخدام برنامج فورمات فاكتوري بطريقة رائعة جدا. أولا إخواني الكرام، قبل أن نقوم بشرح درسنا اليوم، أول شيء أدعوكم إخواني الكرام، إذا كنت الأول مرة تشاهد الحلقات الخاصة بي، أدعوك أخي الكريم أن تقوم بالاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلك إن شاء الله كل جديد. وشكر موصول إلى جميع المتتبعين الكرام الذين قاموا بالاشتراك في القناة، وكذلك مرحبا بالإخوان الجدد. جيد، لنمر إلى شرح الطريقة. أولا، كما نعلم جميعا، فعندما تقوم برفع فيديوهات بجودة عالية على قناتك على اليوتيوب، بهذه الخاصية يمكنك أن تقوم بجلب زوار لحسابك أو لقناتك على اليوتيوب خلال مشاهدة جيدة جدا. فكما نعلم جميعا، فالدقة في عملية مشاهدة الفيديوهات تساعد كثيرا على الزائر أن يقوم باكتشاف الأشياء التي تقوم برفعها، أو حتى أن عندما يعجب بالفيديوهات التي تقوم برفعها، خاصة إذا كانت جودة الفيديوهات التي تقوم برفعها عالية جدا، فهذا الأخير سيقوم بالدخول إلى القناة الخاصة بك مرة أخرى وسيعمل اشتراك لقناتك وغيرها من الأشياء. جيد، الآن لنمر إلى شرح الطريقة. فكما نعلم جميعا، فبرنامج فورمات فاكتوري هو برنامج سبق وأن شرحته في إحدى الحلقات، برنامج رائع جدا لعمل مجموعة من الأشياء. هناك تحويل مقاطع فيديو كما تلاحظ هنا، تحويل الصور، كذلك تحويل مقاطع صوتية، وكذلك تحويل بعض الوثائق كما تلاحظ هنا، PDF وغيرها من الأشياء. كذلك يمكنك أن تقوم بتحويل بعض الملفات الخاصة بالإيزو، وكذلك DVD وغيرها من الأشياء، وكذلك لتقوم بدمج وكذلك دمج أصوات وغيرها من الأشياء، عمل ريميكس وغيرها من الأشياء. فكذلك قد سبق وأن شرحت في إحدى الحلقات كيف تقوم بتحويل بعض المقاطع التي لم يتعرف عليها البرنامج. كذلك تطرقنا في حلقة سابقة كيف تقوم بدمج الترجمة من خلال برنامج فورمات فاكتوري، وكذلك كيف تقوم بتحويل المقاطع من خلال هذا البرنامج. جيد، إذا كانت هذه الأشياء كلها تهمك، إن شاء الله سأضع لك جميع الروابط أسفل الفيديو حتى تستفيد من خدمة هذا البرنامج. جيد، الآن سنمر لشرح البرنامج. فمثلا لدينا مقطع فيديو، هذا المقطع الفيديو أريد أن أقوم بتحويله، قمت باختيار هذه المقدمة لأنها قصيرة وكذلك ستساعدني على شرح الطريقة. سنعمل على تحويل هذا المقطع إلى جودة عالية جدا، هذه مقدمة جديدة خاصة بي. سنعمل على تحويل هذه فهنا البرنامج الفيديو بصيغة 720. فكما نعلم جميعا، فصيغ الفيديو مهمة جدا. الآن سنقوم بالدخول إلى البرنامج على هذا الشكل. هنا ستختار الصيغة التي تريد، فأنا سأختار أفي. بعد ذلك هنا أنقر على إضافة ملف، ثم أذهب إلى الديسكتوب الذي توجد عليه الفيديو. جيد، بعد أن قمنا بتحويله كما تلاحظ هنا، فحجم الفيديو فهو 720. جيد، الآن سنذهب إلى إعداد الإخراج. لاحظوا معي، ستأتي إلى هنا، ستجد هنا 720، فأي مقطع كيفما كان فسيظهر لك هنا الحجم الخاص به. هنا ستختار الحجم المناسب. لاحظ معي هنا، هناك مقاطع خاصة بالفيديو يمكنك أن تقوم برفعها من خلال 320 مضروبة في 240، هذه صيغة ضعيفة جدا. نفس الشيء ب 400 على 240، نفس الشيء بهذه الصيغ. فالصيغة التي مهمة جدا هي التي فيها كما تلاحظ هنا 720 HD. فإذا وجدت عليها على هذا الشكل، اختار إحدى هذه الاختيارات. لكن الدرس الخاص بهذا اليوم سنقوم باختيار هذه الذي أمامنا كما تلاحظ معي هنا، 3840 على 260، 200 و160، هذه الصيغة التي سنختارها. إذا كنت تريد أن تختار 720 فهنا لديك الحرية في الاختيار. نفس الشيء هنا، إذا كنت تريد اختيار 1080 HD فهي صيغة جيدة جدا. للإشارة فقط، فعندما تقوم بتحويل مثلا، سأختار هذا الخيار. هنا ستختار الدقة، من الأفضل أن تختار أفضل دقة، هي كما تلاحظون 16000. بعض الأشياء هنا اتركها كما هي،
ثم تنقل هنا على موافق، وبعد ذلك تقوم بالنقل هنا على موافق، وبعد ذلك نقوم بالنقل على بدء، ثم ننتظر حتى يتم تحويل المقطع. سيتم تحويله في بضع دقائق كما قلت. فعندما تقوم برفعه على قناتك على اليوتيوب سيظهر الفيديو بجودة عالية جدا، فذلك سنكتشفه إن شاء الله بعد أن يتم تحويل المقطع الفيديو. ننتظر قليلا حتى ينتهي، ثم بعد ذلك سنعمل على رفعه على قناتي على اليوتيوب، وستشاهدون الفرق الكبير كما قلت، وكذلك جودة الفيديو ستتغير وسيتغير الفيديو بالكامل. جيد، الآن تم انتهاء عملية التحويل. تذهب إلى مجلد الإخراج، هنا ستجد المقطع الفيديو الذي تم تحويله. هذا هو المقطع الفيديو، سأقوم بجلبه إلى سأقوم بحذف هذا، ثم أقوم بجلب الذي قمنا بتحويله. هذا هو الذي قمنا بتحويله بعد قليل بصيغة AVI. جيد، الآن كل ما علينا فعله هو أن نقوم بالذهاب إلى، أول شيء سنقوم بتجريب الأمر، نذهب إلى الفيديو مرة أخرى ثم نختار إضافة فيديو، سنجد نفس الفيديو سنقوم بإضافته. لاحظ معي هنا أصبح كما تلاحظ هنا 38/40/2160. جيد، الآن قمنا بتحويل المقطع الفيديو بجودة عالية جدا. الآن سنقوم برفعه على قناتي وعلى اليوتيوب. جيد، بعد أن قمنا بتحويل المقطع الفيديو الآن سنعمل على رفعه. سنقوم بالفيديو، سنقوم بتحميله، ثم ننتظر ريتم يتم الانتهاء من العملية التحميل، وبعد ذلك ستشاهدون جودة الفيديو. ننتظر، وكذلك حتى في عملية رفعه على اليوتيوب يتم رفعه كما قلت بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فهناك بعض الفيديوهات عندما تقوم بتحويل الصيغة الخاصة بهم تجد صعوبة كبيرة جدا في عملية الرفع من خلال قناة اليوتيوب كما قلت. فهذا البرنامج فورمات فاكتوري فهو برنامج رائع جدا، يغنيك عن بعض البرامج الأخرى. فهناك بعض البرامج التي تقوم سبق وشرحته في إحدى الحلقات، برنامج يقوم برفع الفيديوهات إلى صيغة الفوركا، كذلك سأضع لك رابط أسفل الفيديو حتى تستفيد من الخدمة وكذلك من الشرح كما قلت. فأنا أفضل هذا البرنامج. فعندما تقوم بعمل مونتاج لإحدى الفيديوهات الخاصة بك أو أنت أصلا تقوم بعمل مونتاج للفيديوهات، أو تقوم قبل أن تقوم برفعها على قناة اليوتيوب، من الأفضل أن تستخدم هذا البرنامج. فهذا البرنامج كما قلت يقوم بتحويل جميع الصيغ سواء كانت خاصة بالهواتف أو خاصة بالكاميرات أو غيرها من الأشياء كما قلت، فهو متعدد الاختصاصات، أو إن صح التعبير بالفرنسية بولوفالون، فهو كما قلت يصلح لكل زمان ومكان بهذا المعنى. برنامج فورمات فاكتوري رائع جدا، لهذا أنصحك به. قم بتحميله، سأضع لك رابط أسفل الفيديو لتحميل البرنامج، وبعد ذلك قم بتجريب الشرح الذي شرحته لك، وإن شاء الله ستستفيد منه، وكذلك ستعمل على رفع جودة الفيديوهات الخاصة بك على قناتك على اليوتيوب، وبذلك تقوم بجلب زوار حقيقيين لقناتك، وكذلك ستعطي لقناتك دفعة كبيرة من خلال الفيديوهات التي تقوم برفعها. جيد، الآن تم رفع الفيديو، سنقوم بعملية نشر، بعد ذلك سنقوم بتشغيل المقطع الفيديو. لاحظ معي نقوم بالذهاب إلى الإعدادات. لاحظ معي، سنقر هنا على الجودة. لاحظ معي أصبح 1440، فكما قلت الطريقة رائعة جدا، يمكنك أن تستفيد من هذا الشرح، فتقوم برفع فيديوهات بجودة عالية. فهناك جودة الـ HD 1080، وهناك 1440، وكذلك هنا 720. فكما قلت طريقة جميلة جدا لرفع جودة الفيديوهات الخاصة بك على اليوتيوب باستخدام هذا البرنامج فورمات فاكتوري بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم الحلقة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما
مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.